أكد ملتقى الرقي والتقدم تضامنه مع قناة الميادين، وذلك بعدما أقدمت إدارة القمر عربسات بضغوط وابتزاز سعودي على حجب القناة. وأوضح ملتقى الرقي والتقدم في بيان له تضامنيا مع قناة الميادين أحدى رموز الإعلام الحر والمقاوم الذي يحاول العدوان السعودي إيقاف بثها على خلفية نقلها لجرائم الحرب التي يرتكبها العدوان في اليمن واستهدافه للمدنيين في خطوة غير مبررة أخلاقيا ومهنيا وسياسيا، وذلك في إطار سياسات ممنهجة تسلكها مملكة آل سعود. كما دعا ملتقى الرقي والتقدم للعمل على إطلاق قمر صناعي عربي يعبر عن تطلعات جماهير أمتنا العربية وليس الأنظمة القمعية.